مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تاكيد ظهور فريق الالوميناتي في العالم بتاع الام سي يو، او مش في العالم بتاع الام سي يو، هو في الفيلم بتاع دكتور سترينج اللي جاي. فمن غير كلام كتير يلا نبدا. اول حاجه، كان في تسريب بيقول انه المفروض يحصل معركه بين واندا وشخصيه قديمه من عالم فوكس، اي عالم الاكس مان بالتحديد، والشخصيه دي المفروض ان الناس كلها بتحبها لدرجه ان هو اتكتب في السكريبت نفسه ان هي هتبقى اقوى معركه في الفيلم دوت، والشخصيه دي على حسب التسريبات هي لوجان. لكن للاسف التسريب ده اتلغى. بس اللي انا سمعته من قريب انه في تسريبات برده بتاكد التسريب ده، يعني عشان انت مش فاهمه فاهمه. التسريب ده كان متسرب بقاله حوالي 5 أو 6 شهور، واللي انا سامعه من قريب كان من حوالي 2 أسبوع، فيعتبر ده تاكيد على ظهوره، لان انا مش هقول خبر ملغي الا لو هو ليه بديل. بعد كده عندنا في تسريب لدخول شخصيات الاليموناتي، او مش الشخصيات، لا هو الفريق كله هيخش في العالم بتاع مارفل في الفيلم بتاع دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، وده يعتبر كان تسريب بس دلوقتي بقى تاكيد، خصوصا بعد تاكيد ظهور بروفيسور اكس في الفيلم بتاع دكتور سترينج 2. لكن الفريق دوت لما يجي عشان يظهر، هو مش هيظهر من نفس العالم بتاع ام سي يو، يعني بمعنى اصح الفريق ده هيتكون في العالم بتاع الام سي يو في الفيلم بتاع دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، لكن كل شخصيه من الشخصيات بتاعه الفريق هتبقى جايه من عالم تاني، وده هو سبب دخول المالتي فيرس في الفيلم بتاع دكتور سترينج، وهيبقى بروفيسور اكس هو القائد بتاع فريق الالوميناتي. بعد كده عندنا في تسريب من المسؤول او المسؤول عن الميك اب في دكتور سترينج 2، بيقول ان هو تولى المهمه بتاعه المكياج بتاعه فريق الالوميناتي في الفيلم بتاع دكتور سترينج ان ذا مالتي فيرس اوف مادنس، واللي هو هيبقى مسؤول عنهم اللي هم الممثلين، يعني اول واحد فيهم واللي هو بروفيسور اكس. ثاني شخصيه تولى مسؤوليتها واللي هي كابتن كارتر. كابتن كارتر دي احنا اتكلمنا عليها وقلنا ان هي هتظهر في الفيلم بتاع دكتور سترينج 2، وده يعتبر اكيد ان هي كده هتظهر. وثالث شخصيه واللي هي بلادر ذا بريف، واللي هو يعتبر اخو ثور او قريبه تقريبا. ورابع شخصيه واللي هي مونيكا رامبو اللي ظهرت في المسلسل بتاع واندا فيجن. وخامس شخصيه واللي هي مورد، واكد في اخر التسريب دوت على كلمه مالتيفيرس اليوميناتي، وزي ما انا ما قلت ان كل شخصيه منهم هتبقى جايه من عالم ثاني، بس كلهم هيتجمعوا في الفيلم بتاع دكتور سترينج تحت قائد واحد. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو هات لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وبيس.